روسي بدل ما انت مجرجرني زي المعزه من الصاله اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر، نفسي اعرف فيه ايه. متقول يا فتون يا فتون، انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي ده انت ذبح اتنين واخدني على جناحنا وانطق. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه، لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك واسود، قتل اتنين وجايبهولي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني عايز. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلتلك انت ملطوطة معايا في الاتنين. ليه؟ عايزني اتعدم مكانك؟ بتغفلين يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزة توديني في داهية ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا مؤاخذة يا معلم، أنا والله بعتذر لك، أنا آسف جدا جدا جدا. أنا مش عارف أقول لك إيه. واضح إن أنت نسيت يا فاضل، أنا بشايش. آه لا مؤاخذة تاني، أنا كده مش عارف أقول لك إيه خالص. تقول لي إيه في إيه؟ آه تلاقيها لما لمحتني في الصالة كتت. لا 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 يا معلم، أنت كده لازم تحكي لي بينك وبين البنت دي. دي أول ما شافت وشك يا أخويا انكمشت على طول وجريت وكتت بره الكباريه. أنت شفت معاه واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقة بقتل الواد ده؟ لا. خلاص أنا هحاول أروح للبت اللي عرفتني عليها، اسمها غنوة، وهي هتودينا ليها. لا إحنا مالناش دعوة، الحكومة هي اللي هتروح. ايوه معلم، بس انا كده هبقى ازيد غنوة جامد. في ايه؟ هي يدوبك خيط الحكومة تشده وتجيب اخره. الواد مستغفلهم الاتنين وما يعرفوش هو عمل ايه بالظبط. انا المصلحة بالنسبة لي ان الواد ده يغول خالص واستفرد انا بقى من الثوم. كده تبقى المصلحة واحدة. حلاوة. يا حمام صبح يا حمام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. لا والله انا حصل معايا حكايه في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي. اه بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصل لا مش مبلغ، 150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما الدق. عارف والله مكسرة على الكل يا حمام. ماشي ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي، سلام. عم أنسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم أنسي. انت مش مشارك؟ راشد مين؟ راشد، ما سجلتش رقمي؟ يا عم احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل نمر. بقول لك ايه يا عم انسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد. عايز اشتغل والنبي يا عم انسي. بكره انا عايزك من نجمه تجيلي اي وقت تصحى فيها تبعدك وتعالى. سلام. كده تمام، تسالة 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا هو مفيش دكتوره ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتوره منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت؟ انا عرفت انه بيتباع عندكم، يعني حاجة كده مستوردة. ايه هو، دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟
اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. السلام عليكم.